ودلوقتي جا ميعادنا مع أهم الأحداث والأخبار اللي هتحصل النهاردة، تعالوا نتابعها مع بعض في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتنتهي أجازة نص السنة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لجميع الصفوف الدراسية النهاردة، وهينطلق الترم الثاني بالمدارس اللي بيها يوم دراسي يوم السبت القادم 11 فبراير، بينما ينطلق يوم الأحد 12 فبراير لجميع المدارس على مستوى الجمهورية. النهاردة هيختتم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فعاليات دورته الـ12 برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وهيتم إعلان الجوائز في المسابقات الأربعة بالإضافة لجوائز النقاد خلال مؤتمر صحفي وبدون حفل، وده مراعاة للحالة الإنسانية بسبب فاجعة زلزال سوريا وتركيا. النهاردة هتنطلق منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وهتقام مباراة الاتحاد السكندري وأسوان الساعة 3:15 على ملعب استاد برج العرب. النهاردة الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر هيعلن أسماء اللاعبين في القائمة النهائية لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، واللي هتستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري ل 12 مارس المقبل.